صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1976 في شأن الأوسمة. جاء في المادة الأولى منه أنه ينشأ وسام جديد باسم وسام القوة يضاف إلى أوسمة الدولة المقررة في المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1976 في شأن الأوسمة، ويكون ترتيبه بعد وسام حوار. كما صادق حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر قانونين رقم 29 و30 لسنة 2017. نص القانون الأول رقم 29 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تعويض الضرر الذي تلحقه الطائرات بالأطراف الثلاثة أنه ووفق الانضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تعويض الضرر الذي تلحقه الطائرات بالأطراف الثلاثة التي أقرها المؤتمر الدولي لقانون الجو في مونتريال في اليوم الثاني من شهر مايو أيار 2009 والمرافقة لهذا القانون. ونص القانون الثاني رقم 30 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية التعويض عن الضرر الذي يلحق بأطراف ثالثة والناتج عن أفعال التدخل غير المشروع التي تشمل الطائرات، على أنه ووافق على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية التعويض عن الضرر الذي يلحق بأطراف ثالثة والناتج عن أفعال التدخل غير المشروع التي تشمل الطائرات التي أقرها المؤتمر الدولي لقانون الجو في مونتريال في اليوم الثاني من شهر مايو أيار 2009 والمرافقة لهذا القانون.